لو بتسمع عن اماكن كتير بس ما شفتهاش قبل كده ونفسك تشوفها، او لو حابب تتفرج على كل معالم مصر وتتمشى في كل شوارعها وانت قاعد مكانك، خليك معايا. انا احمد ودي قناة شوارعنا. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد مع قناتنا وقناتكم، قناه شوارعنا. وزي ما بنقول يا جماعه كل حلقه، لو في مكان معين عايز تشوفه او تتفرج عليه اكتبوا لي في كومنت، واكتر مكان بيطلب مني بروح اصوره وبعمل منه بث مباشر كمان. انا حاليا في كومباوند بالم هيلز فيليج، وفي على يميني اهو المبنى الاداري، المبنى اللي انا كنت فيه. دي البوابه. احنا كده يا جماعه يعني في القاهرة الجديدة قريبين جدا من التجمع من الجامعة الأمريكية. الشارع اللي ورايا ده اللي أنا دخلت منه، الشارع ده يعني قريب، يعني لو خرجت منه دخلت يمين مثلا 20 متر كده بقى في شارع اسمه زيزينيا. الشارع ده اللي يدخلني، اللي يخرجني عموما على شارع 90 الجنوبي العمومي. فأنا يعني ايه، بما اني دخلت الكامباوند يعني فقلت ايه ناخد جولة فيه كده نتفرج عليه قبل ما نخرج منه. يعني النهاردة ان شاء الله تبقى الجولة سريعة، بس الكمباوند ده يعني جميل جدا. معظم الاماكن هنا يا جماعه في القاهره الجديده والكمباوندات اللي هنا يعني كلها جميله، يعني هاديه كده زي ما حضراتكم شايفين، والموضوع فيه خصوصيه، وفيه هتلاقي سكيورتي في كل مكان، وناس واخده راحتها. في طفل مش عارف زعلان ليه يعني. معلش، هو الكمباوند مساحته مش كبيره غير الحاجات اللي صورناها قبل كده، بس يعني هناخد لفه فيه كده ونخرج تاني. خدنا فكرة عنه يعني، والفيديو النهاردة ان شاء الله يعني هيبقى سريع كده. وانا هخرج تاني من البوابة اللي انا دخلت منها، عايز اقول لكم ان انا الحمد لله يعني كنت في المبنى الاداري هنا في مشوار معين كده وربنا وفقني فيه الحمد لله، فقلت اصور لكم الكمباوند بالمرة بقى. هو طبعا مش اي حد بيدخل، يعني عموما معظم الكمباوندات يا جماعة يعني متاحة للسكان بس، يعني لان انت داخل تعمل ايه، يعني الفكره كلها اللي انت داخل تعمل ايه. الكمباوند ده للسكان، فانت داخل تعمل ايه. في بقى كمباوندات زي كده بيكون فيها شركات او خدمات، فانت لو داخل لحاجه زي كده بيسمحوا لك، لكن غير كده مش بيسمحوا، ودي حاجه كويسه جدا يعني شايف ان هي ميزه. كده خلاص يعني تقريبا لفينا الكمباوند كله، هو مش كبير هو صغير. كمباوند بالم هيلز فيليج، وانا بقى مش هنهي الفيديو هنا، اعرفكم بس يعني موقعه بالظبط. ادي السكيورتي هنا اهو، اعرفكم موقعه بالظبط فين، من شارع 90 الجنوبي. خرجنا يمين هنا اهو، كده يا جماعة الشارع ده اللي هو شارع زيزينيا، الشارع اللي هيودينا على شارع الجامعة الأمريكية، يعني الشارع اللي في وشي ده هنا خالص ده شارع الجامعة الأمريكية. تمام،
هنفضل مكملين للاخر، هنخش يمين اجباري وناخد يوتر ونرجع تاني لحد شارع التسعين الجنوبي والجامعة الامريكية. يعني انا قلت بالمرة برضو ايه، احنا كده كده في التجمع في القاهرة الجديدة، فنتفرج عليها بالمرة. شكل البيوت كامباوند لا روزا اهو، في كامباوند ميد تاون تقريبا. لما ناخد يترنا يبقى هو الناحية التانية، بس مش عارف هو احنا عديناه ولا لسه، يعني هنشوف ان شاء الله بإذن الله. على فكرة يا جماعة اللي في وشي دي الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس، هرقلكوا اهو في زازبوت مول اهو على يميني، هنلاقي في خدمات كتير. وانا برضو هحط لكم خريطة في الاول اوضح لكم يعني المكان هنا فين بالظبط. يعني ميد تاون اهو، كامباوند ده جميل جدا، هو مول وكامباوند. مارفل سيتي الاول وبعدين ميد تاون مول. حضراتكم شايفين عامل ازاي، وادخل الكامباوند من بعد المول. يعني احاول اخد الترن اللي جاي اللي بعديه عشان نحاول نشوف البوابه بتاعته بتاعت الكامباوند او ميد تاون، من اجمد الكامباوندات الموجوده في القاهره الجديده على اليمين ده. كده نبقى خارجين على التسعين الجنوبي عند نهايته خالص، او مش نهايته يعني عند لحد الجزء اللي هو فيه مباني او عمران، يعني كامباوند الناحية التانية اهو. بس اعتقد اننا مش باين عشان الشمس، وادي هنا هو الجزء بتاع الجامعة الامريكية. التانية يا جماعة في مول، بس للأسف يعني ممكن ما يبانش من هنا. كل اللي على يميني ده يا جماعة يعني تابع للحرم بتاع الجامعة الأمريكية في القاهرة. طبعا ده غير المقر بتاعها القديم اللي هو في ميدان التحرير، هي اتنقلت وبقت هنا. وعلى فكره في صحيح يعني جنب جنب كامباوند، جنب الكامباوند اللي انا كنت فيه كان في سكن الجامعه، يعني كامباوند لسكن طلاب الجامعه الامريكيه. وادي بوينت 90 مول، مول جميل جدا، هحاول اقرب منه كده يا رب يكون واضح بس من هنا. نرجع تاني بقى. طبعا هنا الناس يعني المكان جميل وهادي، ف كله بيجيب العربية بتاعته يقف هنا او يقعد هنا، مكان كويس ومناسب. يعني واحنا كده يا جماعة وصلنا لشارع التسعين الجنوبي واللي في الوش ده بورتو كايرو، ويعتبر برضو وصلنا لنهاية حلقتنا. وشكرا جدا لكل الناس اللي بتكتب لي كلام كويس وبتدعمني وبتشير الفيديوهات بتاعتي، يا رب الفيديو يعني الفيديو النهارده خفيف وسريع كده يا رب يعجبكم، وان شاء الله يكون في فيديوهات تاني لاماكن تاني كتير. وزي ما بقول لو في اي مكان عايزين تشوفوه او تتفرجوا عليه اكتبوا لي في كومنت، واكتر مكان بيطلب مني بروح اصوره وبعمل منه بس مباشر. واستنوني في فيديو جديد مع قناتنا وقناتكم قناة شوارعنا. مع السلامة.
Thank you.